يا صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا نهار جديد، يا رب يحملكم الخير الصحة والرزق وراحة الألبال. مشاهدينا مشوارنا الصباحي بلش بفقراته العديدة والمتنوعة، ومثل العادة رح نترافق لمدة ساعة ونص من الوقت لنناقش العديد من المواضيع اللي بتهمكم. اليوم بفقرتنا الطبية رح يكون عنا رح نحكي عن ارتفاع ضغط الدم عند الحامل وأيضا وتأثيراته السلبية عليه، وأيضا بفقرتنا القانونية رح نحكي عن الطلاق تأثيره على الأسرة وأيضا على المجتمع، وأيضا رح نحكي بفقرة كتير مهمة عن الذكاء العاطفي وتأثيره بحياتنا بعلاقاتنا الاجتماعية وأيضا بعلاقاتنا المهنية أو بحياتنا المهنية. مشاهدينا أيضا رح يكون عندنا باقة من التقارير من محافظاتنا السورية، رح نترافق بكل هدول الفقرات مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن مثل العادة رح نروح لفاصل ونرجع. محطات عديدة بانتظارنا، لكن بالبداية رح نروح لذاكرة الصباح لنتعرف على أهم الأحداث اللي صارت مثل هاليوم من تابع سوا. اليوم 6 تموز، كتير من الأحداث يلي تسجلت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة للشي اللي صار بمثل هاليوم. بعام 1484 البحار البرتغالي دييغو كام بيكتشف مصب نهر الكونغو، وبعام 1573 تأسيس مدينة قرطبة الأرجنتينية على يد جيرنيمو لويس دي كاباريا، وبعام 1885 لويس باستور بينجح باختبار لقاحه ضد الكلب على طفل مصاب بالمرض، وبعام 2005 اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن اختيار مدينة لندن لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1859 برنارد فور هاينستام، كاتب سويدي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1916. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 2005 كلود سيمون، كاتب فرنسي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1985. أما لمشاهدينا رح نروح لفقرة هل تعلم لنتعرف على معلومات جديدة نحن وأنتم نتابع سوا. هل تعلم أن احتمالية رؤية الكوابيس تزداد عند النوم في مكان بارد؟ كما أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم معرضين لرؤية الكوابيس بمعدل 10 مرات أكثر من الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيهم. هل تعلم أن قلة النوم تؤثر على الإنسان فتجعله يضحك بشكل هستيري على أشياء قد تبدو طبيعية ولا تستدعي الضحك أصلاً؟ وهل تعلم بأن العين تتسع بنسبة حوالي 45% عندما ينظر الإنسان إلى شيء يشعره بالفرح والسعادة؟ وهل تعلم أنه يوجد في جسم الإنسان نسبة من الحديد تكفي لصنع مسمار يبلغ طوله حوالي 7 سنتيمتر؟ وأخيراً، هل تعلم بأن التفاح يفوق القهوة من حيث جعل الشخص أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز؟ ومشاهدينا بأول تقاريرنا لليوم، وتزامنا مع ميلاد المكتبة العمومية 120 طفلا وطفلة يشاركون في ماراثون القراءة الخامس تحت شعار من حقي أن أقرأ في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. تفاصيل أكثر رح نتابع سوا بهذا التقرير. تزامنا مع ميلاد المكتبة العمومية 120 طفلا وطفلة يشاركون في ماراثون القراءة الخامس تحت شعار من حقي أن أقرأ في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. الأطفال بتدخل بتقرأ القصص المناسبة لشريحتها العمرية اللي محددة مسبقا من اللجنة،
بعدين بيعمل تلخيص أو ملخص لهذا الكتاب، بجمع هذه الملخصات نحن بنسميها ثمرات القراءة، بالنهاية بيصير فرز لهذه الأعداد، وحسب الشريحة العمرية في فائز أول تاني ثالث. بلشنا طبعا فترة منيحة نحن عم ننظم بهذا الموضوع من تحديد لجان المتطوعين ولجان القراءة، تحديد الكتب وللفئات العمرية المختلفة، وتحديد كمان أيام الماراثون ومن أي ساعة لأي ساعة، تحديد الشرائح العمرية والفئات العمرية كمان. مستلمين اليوم الأعمار الصغيرة بيقرأوا القصة، بيجوا لعنا نحن بنسألهم عن المغزى من القصة، عن الفائدة، ومنشجعهم. هو كله عبارة عن تشجيع القراءة، بالنهاية الكل فازين لأنه نحن هون لنشجع على القراءة بس. نحن هدفنا الأساسي كجمعية كمكتبة أنه نشجع الأطفال على القراءة، يرجعوا يحبوا الكتاب، يبعدوا شوي عن الموبايل أو عن التلفزيون، نعلمهم هيدا العادة السليمة المفيدة اللي بتنمي عقلهم، اللي بتنمي شخصيتهم وبتفيدهم بكل المجالات. أنا أحب القراءة جدا، وكنت أقرأ منذ طفولتي الكثير من القصص الممتعة والمسلية، والآن عرفت بقصة الماراثون أتيت لأشارك هنا لكي أنمي مواهبي لأنني أحب القراءة. القراءة بتوسع مهاراتي، جيت لأشارك بماراثون القراءة لحتى أنمي موهبتي وكون كلمات أكثر ومعجم كلمات. إيمانا بأهمية دور الكتاب والمطالعة والتي تسهم بتنمية فكر ووجدان الطفل وتدعم النمو الثقافي والمعرفي لتنشئة جيل واع ومبدع. يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. هلا وصلنا لأول فقراتنا لليوم، رح نحكي فيها عن ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل. ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل أكيد بيؤدي لكثير من المخاطر سواء للمرأة الحامل أو للجنين، واليوم المصابات بارتفاع ضغط الدم بحاجة لمراقبة حثيثة من قبل الطبيب المختص. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن ارتفاع ضغط الدم، الأعراض والأسباب، وأيضا شو هي المخاطر اللي ممكن تتعرض للمرأة الحامل والجنين، وأيضا طرق الوقاية، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور رفائيل عطلة الأخصائي بأمراض النساء. يسعد صباحك دكتور. صباح الخيرات يا هلا، أهلا وسهلا فيك، نورتنا دكتور. أهلا. دكتور بالبداية خلينا نعرف شو هو ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل وإيمت بيبدأ، هل بيبدأ بالشهور الأولى أو بالشهور الأخيرة؟ هلا بداية في عدة أنماط لارتفاع التوتر خلال التوتر الشرياني خلال الحمل. هلا أهم ما هو ارتفاع التوتر الشرياني الحملي، يعني الحملي قصد فيه إنه قبل الحمل ما بيكون موجود حدث الحمل، يبدأ هذا الارتفاع التوتر بالتوتر الشرياني بالازدياد بعد الأسبوع 20 من الحمل. يعني قبل الأسبوع 20 ما بيكون في عندنا ارتفاع توتر شرياني نهائيا، بعد الأسبوع 20 بلش يرتفع التوتر الشرياني. هل هذا النمط هو نحن بنسميه ارتفاع التوتر الشرياني الحملي، يعني او خلينا نقول محرض بالحمل. تمام، هذا هو اهم الانواع واشيع الانواع. في انماط اخرى، مثلا سيده بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني قبل الحمل، قبل الحمل، فهي قبل الاسبوع 20 من الحمل كمان بيكون ضغطها مرتفع، هذا بنسميه ارتفاع التوتر الشرياني المزمن. هلا في انماط اخرى كمان ممكن يكون عندها ارتفاع توتر شرياني حملي يتطور لشيء اسمه ما قبل الإرجاج، وهي حالة متقدمة ومتطورة أكثر وتنتهي أيضا بالإرجاج أو الاختلاجات اللي ممكن تصير عند السيدة الحامل نتيجة الفترة الطويلة من ارتفاع التوتر الشرياني حملي. معناتها نحن في عنا عدة أنماط، أهم مثل ما قلت هو ارتفاع التوتر الشرياني الحملي الذي يبدأ بالحدوث بعد الأسبوع 20 من الحمل. الحمل. طب دكتور قبل ما نفوت لنحكي عن الأعراض والتفاصيل الثانية، ذكرت أنه في سيدات بيكون هنا من الأساس عندهم ارتفاع ضغط لكن بعد الحمل يمكن أنه يتفاقم هذا الموضوع. طبعا. في حال كان هذا الشيء وكان في تجربة سابقة بهذا الشيء، ممكن يكون في طرق للسيدة أنها تتبع ببدايات حدوث الحمل أو بس تعرف حالها؟ طبعا، هلأ إذا هي عندها قصة ارتفاع توتر سابق، معناتها هذا ارتفاع توتر مزمن نسميه، فهي بدها تكون عم تاخذ أدوية قبل حدوث الحمل، يعني بدها تاخذ احتياط، بس انه هي الأدوية تكون من الأدوية لا تؤثر على الجنين. تمام، فبنبلش هي بتكون مبلشة بالأدوية قبل، وبيكون ضغطها مضغوط، دخلت على الحمل ونضل نتابع الضغط كمان بشكل، لأنه
ضروري مثل ما ذكرت انه في حالات حتى هذا النمط من ارتفاع التوتر شيران الوزن بيتفاقم بما قبل الارجاج، فلذلك ضروري كثير هذا نتابعه. طبعا مو كل الحالات بتتفاقم، ولكن في حالات تتفاقم، لذلك هون بنبلش بالادويه مباشره. اما بارتفاع التوتر الشرياني الحملي اللي قلت هو محرض بالحمل، هلا حتما ما راح نبلش بالدواء من البدايات لانه مو شرط يصير، فنحن بس نكشف هذا ارتفاع التوتر ممكن وقتها نحطه على الخطه العلاج المناسبه يعني. طيب دكتور، قبل ما نفصل هيك بطرق العلاج والوقايه، خلينا نحكي عن الاعراض اللي بتحس فيها الحامل في حال ارتفاع الضغط، لانه كثير يمكن بيتشابه احيانا المراه الحامل في اعراض الدوخه، اعراض الصداع، هي طبيعيه يمكن انها تصير معها، لكن اليوم هي كيف بدها تفرق بين انه هي فعلا عندها ارتفاع ضغط؟ هلا هي اجمالا الاعراض قد يعني الصداع قد يتواجد بالحمل ولكنه نادر يعني. هلا الصداع اللي بيرافق ارتفاع التوتر الشرياني الحملي لازم نحن نركز عليه بسؤالنا لهي السيدة عن الأعراض اللي عم تعاني منها بعد الأسبوع 20. شغلة مهمة كتير هي قياس الضغط كمان بعد الأسبوع 20، لأنه ممكن أي ارتفاع بسيط عن ارتفاع التوتر الشرياني رح يخلي هي السيدة تعاني من صداع. هلا أنا بس بدي أذكر شغلة واحدة، أنه بشكل فيزيولوجي بالحمل يعني بالأسبوع 20 من الحمل بيصير في عنا هبوط لتوتر الشرياني، وهذا الشيء شائع بالحمل يعني، وهو الشيء الطبيعي. فكثير من الحوامل بيحسوا انه والله انا عم عاني من دوخه، عم يصير عندي هبوط ضغط. هذا الشيء هو شغله اعتياديه بالحمل، وانا بعتقدها انه وقت تكون موجوده كانه هذا الحمل ماشي بشكل فيزيولوجي طبيعي. فلذلك بالاسبوع 20 من الحمل لازم تقريبا الضغط بيكون منخفض اكثر شوي مما هو كان بالأسابيع الأولى من الحمل. فلذلك أي ارتفاع للتوتر الشرياني، وخاصة إذا كان أكثر أو يساوي 14 أو أكثر أو يساوي 9، يعني إن كان الضغط الانقباضي أو الانبساطي واحد منهم فوق 14 أو فوق 9، فبيخلينا نركز أكثر على الموضوع ونستقصي أكثر بالموضوع. هلأ نحن ما فينا نشخص كمان من قياس وحيد نقول إنه والله في ارتفاع توتر شرياني حملي، لازم حتما نقيس بعد 4-5 ساعات بنشوف انه هذا الضغط لساته مرتفع، لانه يعني ممكن اوقات مثلا سيده تكون عم تراجع العياده وماشيه مشوار منيح، فممكن هذا الشيء يخلي انه الضغط الشرياني شوي مرتفع. فلذلك ما فينا ناكد من قياس وحيد انه هذا الضغط مرتفع، لازم نقيسه بعد 4-5 ساعات ناكد انه مرتفع، ممكن نقيسه على مدى 2-3 يومين حتى ناكد التشخيص، لانه اذا اكدنا التشخيص صار في عندنا خطه علاج لحالها. هلا اذا ما في ارتفاع توتر شرياني خلص بتضل الحامل بتتابع هاي المتابعه الروتينيه اليوميه. يمكن مثل ما ذكر الدكتور انه السيده ممكن تكون ماشيه لوصولها للعياده، كمان يمكن ارتفاع درجات الحراره هلا بالوقت اللي نحن فيه ممكن تاثر كمان بارتفاع ضغط الدم. طبعا ممكن تعمل ارتفاع شيء بسيط يعني، بس شيء مؤقت ممكن يكون مؤقت بيكون. فلذلك نحن مثل ما ذكرت حتما يجب ان يكون في قياسين في فاصل 4 ساعات يعني. طيب دكتور، ذكرت حضرتك انه بيصير بالاسابيع الاولى هبوط ضغط وهذا الشيء كثير شائع، خلينا شوي هيك نروح له نحكي، هل هو له مخاطر او له ضرر على المراه الحامل مثل ارتفاع ضغط الدم؟ هلا هو المخاطر تبعيته قليله هي، بس انا هو انخفاض الضغط خلينا اوقات ممكن يصير نحن بنسميه انخفاض ضغط او هبوط ضغط انتصابي. شو يعني هبوط ضغط انتصابي؟ يعني بتكون سيده مثلا متسطحه بالتخت بدها تقوم بشكل فجائي، هي الوقوف المفاجئ بيعمل بغض النظر انه الحمل بيكون وقتها الضغط عنده نازل شوي صغيره، فهذا الشيء بيعمل لها هبوط ضغط انتصابي، ممكن يصير سقوط. فلذلك دائما انا بنصح السيدات الحوامل وقت يفيقوا الصبح وبيحسوا انه نوع من الوهن والتعب بالجسم واحساس بهبوط الضغط، بهذا اليوم لازم يزيدوا السوائل منيح ولازم يزيدوا الملح منيح. تمام. وما يخافوا من موضوع الملح. هلا موضوع الملح كمان هون بدي ركز عليه، لانه في كثير من الحوامل حتى بارتفاع التوتر الشرياني الحملي ما في مشكله بتناول الملح. أنا عم بحكي عن ارتفاع التوتر الشرياني المحرض بالحمل،
تمام، لأنه الآلية تبعيته تختلف بشكل كامل عن ارتفاع التوتر المزمن. هلا خلينا نقول إذا سيدة بلشت الحمل بارتفاع التوتر شرياني، يعني عندها قبل الحمل واستمر، هون هاي السيدة ممكن نحن نخفف عنها الملح. أما إذا ارتفاع توتر شرياني محرض بالحمل ما في داعي للحمية عن الملح، لأنه ما له أي تأثير. ما له تأثيرات. بدي ركز على شغلة واحدة، هذا ارتفاع التوتر الشرياني الحملي نحن بنسميه ارتفاع توتر شرياني حملي، بس هو مرض جهازي. القصد بالمرض الجهازي انه هو يصيب كل الأجهزة بالجسم، يعني ببلش بشكل بسيط ويترقى مع تقدم الحمل. يعني ممكن يصيب الدماغ، يصيب الكبد، يصيب الكلى، ولكن بشكل تدريجي. هلأ إذا أهمل هذا ارتفاع التوتر الشرياني الحملي ممكن يتطور لحالات خطيرة اللي هي ما قبل الإرجاج وبالأخير هي الإرجاج. فلذلك أي سيدة بتوصل لمرحلة الإرجاج معناتها نحن مهملين بحقها كتير. فلذلك حتما نحن ارتفاع التوتر الشرياني الحملي لازم ينكشف بكير، يكون في مراقبة، مراقبة وعلاج. هلا كمان في شغلة يعني كتير مهمة بهذا الموضوع، انه انا وقت بدي اعطي العلاج بدي اعطي بشان ما يصير اختلاطات. هلا اذا بغض النظر عن العلاج يبقى المرض يترقى خلال الحمل، يعني موضوع كمرض جهازي يؤذي الدماغ والكبد والكلية لساته مستمر. فمن هون تجي أهمية الخطورة تبعيته، أنه نحن إذا أهملناه وما وقفنا الحمل بالوقت المناسب ممكن ندخل هاي السيدة بمخاطر مستقبلية. طيب دكتور، إذا بدنا نروح شوي ونحكي عن الأسباب، العوامل اللي بتأدي لارتفاع ضغط الدم، يمكن هذا الشيء ما هو شيء شائع عند كل السيدات، عند بعض السيدات، لكن شو الأسباب الأساسية اللي بتخلي هذا الشيء يصير مع أثناء فترة الحمل؟ حتى الآن الآلية مجهولة. يعني خليني أقول أنه ممكن في أكثر من 10 آليات لحدوث ارتفاع التوتر خلال الحمل، والأغلبية إلى علاقة بموضوع تضيق الشرايين الحلزونية الموجودة بالرحم والمشيمة. فلذلك ما دام في 10 آليات معناتها ما في آلية واضحة حتى الآن. فلذلك دائما أنا بقول أنه ارتفاع التوتر الشرياني الحملي باعتبار نحن ما عم نعرف شو آليته، وحله الوحيد هو فقط يعني حتى نوقفه هو إنهاء الحمل. فلذلك حتما قدر الإمكان نحن بدنا نحاول نوصل هذا الجنين لمرحلة ناضجة حتى إذا صار ولادة ممكن يكون قادر إنه يعيش خارج الرحم يعني. طيب دكتور، خلينا نرجع نفصل بطرق العلاج. اليوم في حال المريضة كانت يعني بمراحله الأولى ارتفاع الضغط وتابعت مع الطبيب وكانت أمورها يعني الموضوع ارتفاع الضغط أنه عم تخف عندها شوي شوي، خلينا نقول في أدوية معينة ممكن تأخذها المرأة الحامل؟ لأنه كتير أطباء بيقولوا بيحذروا أنه المرأة الحامل ما تأخذ بأكيد هدول الأدوية معينة. في طرق تانية غير الأدوية ممكن الطبيب يعطيها حسب بالحالة؟ خلينا نحكي أكثر. في أدوية خاصة بالحمل يعني ما في أي مشكلة فيها، إن كان الفاميتيل دوبا أو حاصرات بيتا أنماط معينة، هدول كلهم ممكن ينعطوا بالحمل. بس برجع بأكد على شغلة واحدة، نحن عم نعطي هذا الدواء ليس لشفاء الحالة، شفاء هذا المرض هو فقط عند انتهاء الحمل. فهذا المرض هو يزداد وترقيا، فلذلك من هون تجي أهمية أنه أنا عم بعطي الدواء لخفف الضغط وخفف أثناء فترة تأثيراته خلال الحمل. فلذلك قدر الإمكان أنا مو إذا أعطيت الدواء وانخفض الضغط شوي وهدي معناته أنه الحالة تم شفائها. فلذلك بدي أكد على شغلة واحدة، الحالة تبقى في ترقي طول مستمر. فترة الحمل ممكن يكون الترقي بطيء، يعني مثلا بلش بالاسبوع 20 بالحمل ممكن يكون يوصل حتى تمام الحمل وهو بسيط، ممكن يكون الترقي سريع يعني خلال شهر نحن نضطر ننهي الحمل بالشهر السابع حفاظا على حياة الام. من هون تجي اهمية الجملة اللي بدي اقولها، اللي لا يوجد شفاء من ارتفاع التوتر الشرياني الحمل. انا حتى اذا اعطيت دواء وخفضنا الضغط فهذا تخفيض الضغط هو شغلة مؤقتة حماية من الاختلاطات الدماغية خلينا نقول، لكن المرض
يجب أن نضل عم نتابعه لحتى نوصل للمرحلة المناسبة وننهي الحمل، لأنه أنا ما فيني خاطر بحياة الأم كل ما تقدم الحمل. هلا ارتفاع التوتر شريان الحملي شائع بالحمل، ولكن معظمه بتكون حالاته بسيطة. هلا الحالات الشديدة بتشكل تقريبا 1-2% اللي بتوصل لمرحلة خلينا نقول الإرجاج. أنا ذكرت إنه المرض هو مترقي، يبدأ بارتفاع التوتر شريان الحملي، بيصير ما قبل الإرجاج، بعدين بنوصل للإرجاج. هلا إذا وصلت الحالة للإرجاج معناتها في خلل كتير كبير منه. نحن مثل ما ذكرت، بس توصل الحالة شديدة يجب إنهاء الحمل، لأنه أنا هون صرت عم غامر بحياة الأم. هي أكثر المخاطر، والجنين ممكن يتعرض لأي مخاطر في حال وصلت حتماً المرأة الحامل. شو هي المخاطر ممكن تأثر على الجنين؟ ارتفاع التوتر شريان الحملي يؤثر على الجنين بحيث أنه تكون المشيمة مثلا أصغر من الطبيعي، التروية بين المشيمة وبين الجنين بتكون أقل، وهذا قد يؤدي إلى تأخر بنمو الجنين. بنشوف حجمه أصغر من الطبيعي، بنشوف كمية السائل أقل من الطبيعي المحيطة بالجنين، وبنشوف المشيمة فيها تكلسات أكثر من غيرها. هلا دائما أنا بذكر وقت شوف هاي العلامات عند الجنين، معناتها الحالة صارت ثقيلة عند الأم. يعني أنا ذكرت المرض هو مترقي، إذا وصلت لمرحلة وأنا عم صور الجنين وشفت صغر بحجم الجنين وصغر بكمية السائل وتكلس بالمشيمة شديد، معناتها أنا لازم أرجع لعند الأم وشوف إنه هاي الحالة صارت متقدمة عند الأم. لازم تنبهني إنه أنا الأم صارت في حالة خطر كبيرة. فلذلك ممكن إنهاء الحمل بهاي الوقت بيساعد كتير لتوقف ترقي هذا المرض مثل ما ذكرت الخطير جدا يعني. طيب دكتور، إذا بدنا نحكي اليوم، حكينا عن طرق العلاج عن طريق الأدوية ومراقبة الطبيب، اليوم هل في شيء من المحظورات أو تنبيهات من الطبيب سواء بالأكل أو بأي شيء بخلال حياتها اليومية ممكن تتبع السيدة لحتى تتدارك تفاقم ارتفاع ضغط الدم؟ هلا خلينا نحكي إنه في من أحد أهم الأسباب اللي تزيد حدوث ارتفاع التوتر الشرياني خلال الحمل هو موضوع البدانة. البدانة إنه إذا بلشت السيدة الحمل وهي بوزن أكثر بالمعدل بكثير، ممكن يزيد كمان على الحمل الوزن. تمام. هلا هي شغلة، يعني إذا بلشت الحمل بوزن عالي هذا يؤهب لحدوث ارتفاع التوتر بعد الأسبوع 20. هلا كثير من الحوامل للأسف إنه بس يبدأ الحمل يبلشوا يأكلوا بكميات هائلة، يعني أنه لتغذية الجنين. هلأ أحد أهم الأسباب لتطور ارتفاع التوتر هو كسب الوزن الزائد خلال الحمل. يعني أنا بلشت أول 3 شهور ما شوف زادت الحامل 5-6 كيلو، هاي لحالة هي مؤهبة لتطور ارتفاع التوتر. الحامل خلال أول 3 شهور ما لازم يزيد وزنه ولا كيلو، يعني لازم تزيد خلال الحمل كله 10-12 كيلو معظمها آخر 6 شهور. وهي الشغلة لحتى الآن في كتير من الحوامل، وقت نبلش نقدم المشورة نحن في الزيارة الأولى، في كتير من الحوامل يعني بتستغرب هاي الفكرة، يعني هن مفكرين إنه بدو يبلشوا يأكلوا عنهم وعن الجنين. يمكن نوع الغذاء، يعني مو الشغلة بالكميات الكبيرة دكتور، النوعية اللي عم يأكلوها لحتى يغذوا الجنين، يمكن مو كمية الأكل الكبيرة. كمان في حتى كنمط غذاء، يعني مثلاً شوف في كثير من السيدات في افكار معينه عندهم انه انا بدي اخذ هاي الشغلات. مثلا في كثير من الحوامل هلا موضه جديده انه يوميا في عندهم صحن من هدول المكسرات الثقيله، انه هذا بيزيد من ذكاء الجنين. هذا لحاله انا اذا ما اكلت خلال اليوم فيها نسبه حريرات مرتفعه جدا. يعني في كثير من الحوامل كمان حتى بيزيدوا من كميه السكريات او المواد، اي شغله فيها كربوهيدرات زياده، هذا الشيء كمان بيزيد الوزن بدون خلينا نقول كميات هائله من الطعام. ومع ذلك حتى كمان في كثير من الحوامل بنشوف صار في عندهم حتى زياده في كميه الطعام خلال الحمل. موضوع الوزن مهم كثير مثل ما ذكرت انه يؤهب لارتفاع التوتر، فلذلك ضروري كثير انه اي سيده حامل تضبط الوزن، طبعا للحفاظ على وزنها تماما والحفاظ على جسمها
حتى ما بعد الولادة كمان بيرجع وزنه للطبيعي. هلا في إحدى الدراسات أثبتت إنه موضوع الوزن اللي فوق الطبيعي هو اللي أكثر الأمور اللي خلينا نقول تؤهب لحدوث ارتفاع التوتر الشرايين الحمراء. اكيد دكتور بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد بدنا نتمنى السلامه لكل السيدات. شكرا لحضورك معنا. شكرا لك. مشاهدينا رح نروح لنتعرف على احوال الطقس الجوي مع اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك استاذ حسان. عرفنا على احوال الطقس لليوم وايضا للايام القادمه خلال هذا الاسبوع، وايضا درجات الحراره في محافظاتنا السوريه، وهل في مرتفعات جويه قادمه؟ تكرم عينك. بدايه صباح الخير من جديد لك للاخباريه السوريه. هلا بشكل عام هذا الاسبوع بدايته راح تكون بدايه لطيفه معيشه، اجواء صيفيه معتدله، حرارات عم تبلش تنخفض من اليوم، انخفاض عم يكون اكثر وضوحا خلال ساعات النهار والليل لليوم ولبكره، حرارات عم تكون حول معدلاتها او ادنى بقليل مثل هذه الفتره من السنه. هيدا كلياته نتيجه اقتراب كتله هوائيه معتدله من المنطقه، درجات الحراره راح تسجل بالعاصمه دمشق واغلب المناطق الداخليه بين 33 و35 درجه، بينما تتجاوز ال 40 درجه بالمناطق الشرقيه والجزيره، في حين تكون درجات الحراره بالمناطق الساحليه والمرتفعات الجبليه عم تتراوح بين 27 ل 30 درجة مئوية، مع أجواء بشكل عام عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا، وفرصة لهطل زخات محلية عشوائية خفيفة من المطر بالمنطقة الساحلية. فرصة الهطول عم تستمر لنهار بكرة ولكن بنسبة أقل مع بقاء الأجواء السديمية المغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. هلا نحن لسانا تحت امتداد امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، الرطوبة السطحية عم تكون مرتفعة بشكل خاص، الرطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية والأجزاء الغربية من البلاد، بينما عم تكون بالعاصمة دمشق والمناطق الداخلية متوسطة إلى عالية أحيانا، وتكون منخفضة إلى ضعيفة بالأجزاء الشرقية من البلاد. هلا بشكل عام الحرارات ما ذكرت راح تكون حول معدلاتها، وأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة معنا لليوم ولبكرة، اعتبارا من نهار الاسبوع ترجع درجات الحراره بترتفع من جديد، والارتفاع بيكون بشكل تدريجي حتى نهايه الاسبوع، لحتى تصبح درجات الحراره نهايه الاسبوع اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، واجواء عم تكون حتى نهار الخميس اجواء صيفيه عاديه الى اجواء حاره نهايه الاسبوع بين الصحوه والغائمه جزئيا، اجواء السديميه المغبره بتضلها بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، الرياح عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله، مع هبات نشطه عم تتجاوز لليوم سرعه الهبات 60 كيلومتر بالساعه، خاصه بالمناطق الجنوبيه والوسطى والشماليه، تسير الغبار باغلب المناطق الداخليه، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره البحر 27 درجه مئويه. هلا دائما نحن بنذكر يعني في بعض التحذيرات، خاصة يعني لما بيكون في ارتفاع بدرجات الحرارة، عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، أكثر الفئات العمرية تأثرا بأشعة الشمس من كبار السن والأطفال، وعدم إشعال الحرائق بالغابات بالأراضي الحراجية، وعند حدوث أي نيران إبلاغ الجهات المختصة بذلك، شرب كميات كافية من المياه، وعدم ترك المواد المقابلة للاشتعال بأماكن مغلقة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم، دمشق 34-19، القنيطرة 27-18، القلمون المرتفعات الجبلية 27-18، درعا 32-20، السويداء 29-17، المنطقة الوسطى حمص 30-21، حماة 32-22، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30-26، في الشمال حلب 34-23، إدلب 32-19، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 40-26، دير الزور 39-27، الرقة 37-25، بالبادية السورية مدينة تدمر 35 عم تنخفض بشكل عام، ما عم تكون معتدلة بداية الأسبوع، وحرارات حول المعدل أو أدنى بقليل عم تتحول منتصف الأسبوع وإلى نهاية الأسبوع إلى أجواء صيفية عادية وحارة نسبيا، وفرصة الهطول بتكون على شكل زخات عشوائية خفيفة محليا بمطر اليوم بالساحل السوري، وتستمر بنهار بكرة لكن بنسبة أقل.
شكرا لك استاذ حسان على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبقيه نهار حلو لك. مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، وراح نروح لفقرتنا التاليه اللي نحكي فيها اليوم عن الذكاء العاطفي. اهميه الذكاء العاطفي بتكمن اليوم نحن كثير مهم نعرف مشاعر بعضنا البعض، نعرف الشخص الاخر شو بيكن لنا من مشاعر كره او حب او اي شيء ثاني. اليوم الذكاء العاطفي قديش هو مهم بحياتنا المهنية العاطفية، أيضا حياتنا الزوجية، وأيضا التعامل مع الأبناء وبكافة يمكن مناحي الحياة، وأيضا بعلاقاتنا الشخصية. اليوم رح نحكي عن هذا المفهوم، نوضحه أكثر ونحكي عن أهميته بحياتنا مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية النفسية والتربوية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك شذا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا ناخذ هيك تعريف عن الذكاء العاطفي. بداية نحن بنعرف قديش مهم وجود الحوار أو وجود علاقات سليمة نحن بنكون عم نبنيها بحياتنا، سواء على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المهني، حتى بالعلاقات العاطفية. وبيلزم أنه يكون في عنا مثل وصفة سحرية تقدر تخلينا نتعامل مع كافة الأشخاص، نقدر نكون في عنا تفاهم ووصول لكل الشرائح اللي هي موجودة وبكافة الفئات العمرية. فبيتعدد كثير المفاهيم. صار في عنا إذا بتعرفي مفهوم الذكاء الاجتماعي، مفهوم الذكاء العاطفي، والأشخاص صارت كثير في عندها وصول لهي المفاهيم. فإذا بدنا نحكي عن مفهوم الذكاء العاطفي بنحكي عن فن إدارة المشاعر. يعني لما بيكون في عندي أنا دراية ووعي وإدراك للمشاعر اللي أنا عم بمرق فيها وللحالة الانفعالية اللي هي موجودة عندي، بقدر أني أنا أعرف اليوم شو الأسباب اللي هي خلت هي الحالة الانفعالية عندي تزيد، يصير في عندي مثلا انخفاض مزاج، صار في عندي موقف مثلا أثر علي. وهذا الشيء مرتبط بعدة مفاهيم فرعية. لما أنا بيكون في عندي الوعي الذاتي، الوعي الذاتي بأنه الشخص يكون على إدراك ووعي بالمشاعر يلي هو عم يمرق فيها، بالإضافة ليكون في عندي أنا إدارة للمشاعر أو إدارة للذات، اللي هي بتجي من منطلق أنه أنا اليوم عرفان كيف أتحكم بهي المشاعر، عرفان كيف لما بيكون في عندي موقف ضاغط عم بمرق فيه، موقف صعب بالحياة، شو المواقف يلي هي عم بتأثر على حالتي الانفعالية. كمان لما بيكون في عندي أنا الدافع الشخصي، لما أنا بشوف أنا هي المواقف كلياتها اللي هي عم بتصير، بس أنا بدي يكون في عندي دافع لأنه أنا أكمل رغم كل التحديات اللي هي عم تمرق معي بالحياة العامة. وأيضا المكون الأخير هو التعاطف، اللي أنا بدي يكون في عندي فهم وإدراك للمشاعر اللي هي عم تكون للطرف الثاني أو لأي شخص أنا بكون عم بتعامل معه. لما بكون قدران أني أعكس له مشاعره، بكون قدران أني أنا أوضح له الحالة الانفعالية اللي هو فيها، فأنا بدي يكون عم بمرق برحلة، هي الرحلة إذا فيني نسميها هي رحلة صحية من العلاقات المتوازنة والسليمة. يعني فينا نقول اليوم الذكاء العاطفي بيساعدنا لحتى نكون خلينا نقول التواصل يمكن الإنساني، التعاطف أكثر مثل ما ذكرتي حضرتك. تمام. خلينا نحكي شوي، إذا بدنا أنا اليوم الشخص اللي قدامي بيمتلك مهارة الذكاء العاطفي، كيف بدي أعرف أنه هو فعلا بيمتلك هذا الشيء؟ تمام. لما بنشوف الأشخاص اللي نحن عم نتعامل معهم قادرين أول شيء على فهم ذاتهم، نحن بنبلش أول شيء بأي مكان كنا فيه بنبلش بفهم ذاتنا نحن، بنعرف شو المشاعر اللي عم بتسيطر علي باللحظة الحالية، كيف قدران أني أتحكم فيها وكيف قدران أني ديرها لأوصل للطريق اللي الصح اللي أنا بدي إياه. لما بشوف هذا الشخص قدران أنه هو يفهم الطرف الثاني شو احتياجه، شو مشاعره، شو اليوم لما أنا بكون عم بمرق مثلا بموقف صعب عم يطلع مني كلام هو الكلام ما بيطلع مني بالحالة العادية، فأنا بكون عم أقدر للطرف الثاني شو المواقف اللي هي عم تكون مثل الأرضية اللي هي عم تطلع من عنده هي المشاعر. فكثير مهم يكون في عنده هذا الوعي بمشاعره وبمشاعر الآخرين. فهي نقطة كثير إيجابية بتخليني أعرف أنه هذا الشخص اللي قدامي قدران يكون عنده تعامل واضح بمفهوم الذكاء الاجتماعي. طيب اليوم في كتير أشخاص بيكونوا عندهم تفوق أو على مستوى أكاديمي من دراستهم أو بحياتهم، لكن اليوم هنون غير فاعلين بالمجتمع، غير ناجحين بعملهم، ما قادرين أنهم يمكن يكون عندهم العلاقات الاجتماعية، يمكن كمان مثل ما ذكرتي أنه ما بيقدروا يتحكموا بنوبات غضبهم أو التواصل بشكل صحيح مع الآخرين. هل هذا بيأثر اليوم وقت بيكون في عنده هذا الذكاء العاطفي ممكن هو
يتغير يختلف بهذا الشيء؟ تمام. هلا في كثير عالم بتقلك انه هذا الشخص عنده ذكاء كثير عالي، فهنا بيرتبطوا بمفهوم الذكاء العاطفي، بيكون في لغط ما بين انا اربطه ما بين الذكاء المنطقي. لهيك بنلاقي انه في كثير اشخاص موجودين بحياتنا هن عندهم مستوى عالي من الذكاء المنطقي، ولكن هن ما عندهم علاقات ناجحه بحياتهم. بنفس الوقت اشخاص ثانيين في عندهم ذكاء ممكن يكون ما نوع على مستوى عالي، ولكن هن اكثر قدره على انه هن يبنوا علاقات متوازنة وصحية. فما في أبدا في عندي علاقة مرتبطة ما بين الشخص يلي عنده ذكاء عالي، ذكاء منطقي عالي، وما بين أنه هو يكون عنده ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي هو ما عم بيكون بالفطرة هو جاي مع الشخص، بل هو عم بيكون مكتسب ما بين المواقف يلي هو عم يمرق فيها. في كتير عندنا مواقف بتلعب دور، في كتير مؤشرات بتلعب دور أنه هذا الشخص رح يتكون عنده ذكاء عاطفي أو لا. لما منلاقي أنه مثلا الشخص عم بيعاني من طفولة صعبة، عانى مثلا بأحداث حياتية كثير صادمة، ما عرف أنه يتعامل معها بطريقة صحيحة، فبتلاقي أنه هو أكثر عرضة لأنه يكون ما عم يعرف أنه بالمستقبل لإنشاء علاقات صحية، لأنه هو يتعامل مثلا مع الغضب، لأنه هو يتعامل مع النوبات اللي هي بتصير عنده. حتى إذا بتحبي الأشخاص اللي هنا اثنين بيكونوا موجودين بنفس البيت، لكل شخص فيهم بيكون له طريقته الخاصة بالتعاطي مع الأمور والمواقف. يعني بتلاقي موقف واحد صار مع اثنين إخوات بنفس العائلة، كل واحد كان له ردة فعله المختلفة، كان له طريقته بالتعاطي مع الأمور. شخص تقبلها وشخص قدر أنه هو يتكيف مع الصدمة، قدر أنه هو يتواجهها. شخص ثاني أخذ هي الصدمة على أنه هي مثل طريقة لأنه هو يثبت أنه أنا شخص فاشل، أنا ماني قدران أني أتعاطى مع الأمور. وهذا الشيء اللي نحن بنحكي بالفروق الفردية اللي هي بتكون ما بين الأفراد. طب ذكرتي حضرتك ما بيكون هذا الشيء فطري، ممكن يكون مكتسب. في أشخاص ممكن يكون عندهم هذا الذكاء العاطفي فطري؟ في أشخاص بيكون في عندي سمات بالشخصية، سمات الشخصية هي بتلعب دور كتير كبير ليكون في عندي أرضية ليكون هذا الشخص قادر على أنه يكون ذكي عاطفيا. لأنه أنا بيكون في عندي أشخاص لنتيجة لكتير سمات هي موجودة عندهم. في أشخاص ممكن اتكاليين، أشخاص ممكن يكونوا هن ما عندهم مثلا القدرة على أنه هن توازن بين العلاقات، شخص ممكن يكون اجتماعي كتير. الأشخاص مثلا الانطوائيين في عندهم قدرة أقل على أنه يكونوا أذكياء اجتماعيا. أما ممكن أنك تلاقي الأشخاص الاجتماعيين اللي هنون عندهم قدرة كبيرة على أنه هنون يغطوا مثلا شرائح كتير كبيرة من العلاقات، يكون في عندهم تجدد وتنوع بالعلاقات، فبتلاقيهم عندهم أكثر قدرة وميالين أكثر ليكونوا أذكياء اجتماعيا وأذكياء عاطفيا. عاطفيا ليكتسبوا هذا الشيء. طب خلينا نروح ونحكي شوي عن أهمية الذكاء العاطفي بعلاقاتنا الاجتماعية، كيف اليوم الأشخاص اللي ما عندهم هاي القدرات أو المهارات، مثل ما ذكرتي أنه في أشخاص بيكونوا فعلا هنون انطوائيين غير اجتماعيين، شو الطرق اليوم الشخص لحتى فعلا يمتلك هذا الشيء؟ خلينا نحكي على أهمية امتلاك الذكاء العاطفي. أول شيء أهميته على صحتنا الجسدية. الأشخاص يلي هنون بيمتلكوا مستوى عالي من الذكاء العاطفي بتلاقيهم أكثر قدرة على أنه هنون يضبطوا الانفعالات عندهم، يديروا التوتر، يديروا القلق، حتى في انه مستوى منخفض من الضغوط النفسيه اللي هن عم يمرقوا فيها، لانه هن عارفانين بترتيب الاولويات اللي هي عم بتصير عندهم. عارفانين بانه انا اليوم اذا مرق معي موقف كيف ممكن اتصرف معه، كيف ممكن اعبر وما اكبت هي المواقف اللي هي عم بتصير معي. فبتلاقي في عندي اول شيء التاثيرات عم تكون على الصحه الجسديه للشخص. عم لاقي هذا الشخص عم يكون بعيد شوي عن الامراض اللي بتكون متعلقه بالقلب. لما احنا بنلاقي مثلا نوبات الغضب اللي هي عم بتصير عند الاشخاص، النوبات الانفعاليه، في اشخاص ممكن يصير عندهم نوبات التكسير، التحطيم، حتى النوبات العنف اللي هي بتصير عندهم. فأنا بلاقي هدول الأشخاص اللي عندهم ذكاء عاطفي بلاقيهم بعيدين عن الأعراض الجسدية اللي هي عم تمرق عندهم. حتى إذا بدنا نحكي على المستوى الشخصي، بنلاقي الأشخاص اللي هن مثلا نحن بنلاقي العالم اللي هي بتجي لعنا بتتردد على العيادات بيكون في عندها مشاكل بالعلاقات العاطفية. فبتلاقي إنه أنا عندي أشخاص بتقلي إنه أنا ما عم يقدر إنه هو يفهمني، ما عم يقدر إنه هو يعبر عن المشاعر اللي هو عم يمرق فيها. فبنشوف إنه هدول الأشخاص عم بيسببوا إحباط للشخص الثاني، للشريك اللي هو موجود عندهم. لأنه قديش مهم يكون في عنا شريك، شريك قادر على فهم من الاحتياجات، وهو عم بيعبر عن المشاعر، هو قدران يعكس الحالة الانفعالية للشخص اللي هو عم لأي موقف هو كان عم يمرق فيه. فهذا الشيء رح يخلي عندي بلورة للعلاقة بطريقة أفضل، ويخلي عندي علاقة صحية ومتوازنة. بنفس الوقت بالعلاقات المهنية بنلاقي لما بيكون في عندي
عندي رب عمل قدران يفهم احتياجات الموظفين، قدران يفهم الامور الضاغطه اللي هي عم تمرق عندهم، بلاقي انه هو اكثر قدره على انه يطور الشغل اكثر ويصير في عندي انا انتاجيه، مستوى انتاجيه اعلى بالامور المهنيه اللي هي عم بتصير معه. فكتير مهم انه نحن نضوي على هذا المفهوم قديش هو بيهمنا بكافه العلاقات اللي هي عم تمرق معنا بالحياه بكافه مناحي الحياه. تمام. وقديش مهم نحن نوصل لهذا النوع من المفهوم. يمكن بحياتنا الاجتماعيه وقت بيمرق معنا هيك اشخاص، ما يعني يمكن ناخذها بالمفهوم العام، في كثير بيقولوا انه هذا الشخص مسايّر او هو مسالم، بنبعد عن موضوع الذكاء العاطفي، لكن اليوم شذا هذا الشخص وقت اللي بيكون عم يحاول يساير شخص او عم يتعامل معه بطريقه مثل ما انا عم نقول انه الى حتى يمتص غضبه، صحيح. لحتى يسايره، لحتى انه تستمر هي العلاقه. اليوم الشخص الاخر بيعتقد انه هذا الشخص ممكن ضعيف الشخصي او هو عم بيسايرني، صحيح. خلينا نحكي هي السلبيات اللي ممكن تنتج عن الاشخاص اللي بيمتلكوا هذا الذكاء العاطفي. انا ما للاسف ما عندنا الوعي الكافي اللي هو منتشر ما بين الاشخاص بانه اساليب التواصل الايجابيه والفعاله اللي لازم الاشخاص تمتلكها لتوصل لطريقه صحيه بالتوازن بين العلاقات. فبتلاقي في كثير اشخاص، بتلاقي هدول الاشخاص اللي هنن عم بيقوموا بهي الافعال بانه انا عم بتفهمك، عم بعكس مشاعرك، عم بقدر انه انا دائما انت عم تكوني لي الملجا، بانه انا مثلا عم بقدر انه انا اكون فعال عندك بحياتك الخاصه بحياتك الاجتماعية. بتلاقي انه ممكن خلص اخذوا هذا المفهوم كامر لا مفر منه. يعني انا صار في عندي هذا الشخص اللي هو دائما عم بيقدم هي الميزات اللي انا بدي اياها، فانا بده يصير في عندي انه انا ممكن ما قدر هذا الشخص، ما قدر تماما جهوده، لما انا بشوفه انه هو دائما على طول لازم يكون عم يسمعني، على طول لازم يكون عم يفهمني، فبتصير مثل كانه سمة طابعة على هذا الشخص، وهذا الشيء اللي كثير بسبب احباطات بالعلاقات. بتلاقي كثير حتى موجودة هي بين الاصدقاء، نحن بنشوفها انه انا دائما لازم اكون موجوده، انا لازم يكون عندي مهارات التعاطف، مهارات الانصات، انا لازم بقدر اني انا اكون فعاله بالوقت اللي ممكن الشخص بيكون في عنده كثير احتياجات هو بيكون عم يمرق فيها او مواقف ضاغطه، الاشخاص الثانيين ممكن ما يقدروا انه هنن يتعاطفوا او يقدروا بطريقه صح. طيب خلينا نحكي شويه الذكاء العاطفي اليوم، هل بيختلف الذكاء العاطفي مهاراته بين الرجل والمراه او هو ممكن يكون متساوي بين الاثنين؟ هلا في دراسات كثير كانت عم تشرح عن الذكاء العاطفي وعلاقته ما بين الرجل والمراه، ففي عندي كثير مؤشرات كانت بتقول على انه المراه هي اكثر قدره على انه على التعبير على المشاعر، ففي عندي طرق مختلفه للتعبير عن الذكاء العاطفي. عند المراه في عندها طرق مختلفه وطرق متنوعه على التعبير عن المشاعر، بالوقت اللي بنلاقي فيه الرجل عم بيكون اكثر قدره على انه يدير الضغوطات اللي هي موجوده، اداره التحديات اكثر، بيكون بطريقه ممكن يكون منطقية أكثر من المرأة. بنلاقي المرأة في عندها أكثر سيطرة بالانفعالات، سيطرة مثلا بالجانب العاطفي، بتلاقي بهي الطريقة عم نلاقي في تنوع لتعدد الذكاء العاطفي كيفية التعبير عنه. فبهي الطريقة بنشوف انه انا في عندي اختلافات ما بين الرجل والمرأة. في رجال في دراسات بتقلك انه لا، عند السيدات اكثر هن القدرة على الذكاء العاطفي، ولكن لا، نحن بنشوفهم بطريقة مختلفة لانه كل حدا فيهم له طريقته بالتعبير عن قدرته للوصول للذكاء العاطفي. طيب اليوم شذا اذا بدنا نحكي عن الذكاء العاطفي بالأسرة اليوم، حتى العلاقة الزوجية، حتى الأم أو الأب بتعاملهم مع أبنائهم، هل هذا الشيء فعلا مهم وله طريقة مختلفة بين الشخص اللي فعلا بيمتلك مهارات الذكاء العاطفي والشخص اللي ما بيمتلك هذا الشيء؟ أكيد لما بنشوف أنه بأساليب التربية الوالدية الإيجابية، لما بنلاقي الأبهات عندهم وعي بمشاعرهم، وعي بالأفكار اللي هي عم تظهر عندهم، اللي عم بتعكس على المشاعر اللي هي موجودة بالوقت اللي هي أكيد رح يكون إلى الإنعكاس الثالث على السلوك، لأنه إحنا بنعرف العلاقة ما بين الأفكار والمشاعر والسلوك. فلما نلاقي الأهالي هنن عندهم القدرة على أنه هنن يعرفوا، يكون عندهم الوعي الكافي بأفكارهم، بمشاعرهم، بسلوكياتهم، فرح نلاقي أنه نحن عم يبتعدوا عن
اساليب التربيه الوالديه السلبيه، بنلاقي انه هن ما عم يكونوا ميالين اكثر لانه هن يصبوا جام غضبهم ممكن بالاولاد، بنلاقي ممكن الاب ممكن بشغله عم بيمرق بضغوطات كثير كبيره، صحيح. بيرجع على البيت هلا بالاعباء الاقتصاديه اللي هي موجوده، ارتفاع يمكن الامور المعيشيه، فبتلاقي انه هو في عنده كثير اسباب وعده اسباب لانه هو يكون هلا انفعالي، يقدر انه هو يفش غضبه ممكن بقلب الاسره. فالأبهات ممكن أو الأمهات اللي هنن في عندهم الذكاء العاطفي فهنن قدرانين يفصلوا وقدرانين يعرفوا أنه أنا اليوم المسببات اللي هي أنا عم بمرق فيها أنا ما بقدر أني أنا أسقطها ضمن الأسرة، أنا بقدر أخلي هاي الأسرة هي المساحة الآمنة اللي هي موجودة عندي، بقدر أخلي الأسرة هي المكان اللي أنا أقدر أعبر فيه. أكيد مهم كتير الحوار والتواصل، وأهم شيء الأشخاص اللي هنن عندهم ذكاء عاطفي بيقدروا أنه هنن يعبروا عن احتياجهم للأشخاص الآخرين، يقولوا أنه أنا مثلا هون بحاجة مساعدة، أنا هون بحاجة لحدا يسمعني، بحاجة لأني أنا أعبر عن ممكن المواقف الضاغطة اللي أنا مرقت فيها خلال اليوم. فبتلاقي لما أنا عم فرغ يوم بعد يوم وما عم خلي هاي الأشياء تتراكم، فأنا عم بوصل لطريق سليم وصحي وأنا عم ببني علاقة صحية متوازنة، وهذا الشيء رح يكون بالنمذجة عم يتعلموه الأولاد. فأنا ما عم لاقي ابن عم يكبت المواقف اللي هي عم بتصير معه، عم لاقي في علاقة صريحة متوازنة ما بين أنه الابن أي شيء عم بيصير معه عم بيلاقي الملجأ لأنه هو يحكي فيه. أكيد، والأهل هون بيتفادوا كثير من المشاكل اللي ممكن ما تحدث مع الطفل خارج أكيد. المنزل. اليوم إذا بدنا نحكي عن اتخاذ القرار، اليوم هل الذكاء العاطفي له علاقة أو تأثير على اتخاذ القرارات؟ طبعا لما أنا بشوف أنه أنا قدران أحدد بالضبط اليوم شو الأشياء اللي أنا بدي إياها بالحياة، أنا بكون عارفان كثير منيح أنه أنا مساوئ وإيجابيات الموقف اللي أنا عم بمرق فيه. في مواقف كثير مصيرية بتلاقي عند الأشخاص اللي هنهم ما عندهم الذكاء العاطفي، بتلاقي في عندي أنا زبزبة باتخاذ القرارات، بتلاقي هنهم ما عم يقدروا أنه هنهم يكونوا متوازنين بالحياة، يا أما بيروحوا على الإكستريم يا أما بتلاقيهم خلص بمرحلة كثير منخفضة. فأنا لما بشوف أنا حالي أنه أنا قدران افهم حالي بالاول، افهم احتياجي، رتب اولوياتي، انا عم بعرف كثير منيح اليوم لما بدي ادخل ضمن هذا المجال انا شو القيمه المضافه اللي انا بدي اياها، شو الاحتياج اللي انا عندي اياه انا بدي اياه يكون ملبى، فانا بدي يكون عندي قدره عاليه على اتخاذ القرار. وهي نقطه كثير مهمه تكون موجوده بسمات الشخصيه لحتى تقدر تخلينا يكون في عنا تواصل فعال مع ذاتنا لحتى ينعكس على المحيط اللي نحن موجودين فيه. طب اليوم هل في أشخاص أو شخص ممكن يكون مميز عن غيره أنه هو عنده ذكاء عاطفي مرتفع غير من الأشخاص، وكيف بيبين هذا الشيء؟ تماما بالتواصل اللي هو موجود بين الأشخاص، بتلاقي يمكن في أشخاص بيقدروا يكونوا عندهم ظهور أكثر بقلب الجماعة، بتلاقي أنه في أشخاص قدرانين يتسلط الضوء عليهم بطريقة أنهم يكونوا كتير عندهم تعاطف ممكن يكون مع الآخرين، بتلاقي هدول الأشخاص أنه أنا بحب القعدة معهم بيعطيني طاقة بنسمع كتير بين الأشخاص. فهذا الشيء كثير بيأثر على المحيط اللي هن موجودين فيه، فبتلاقي يعني من دون قصد الأشخاص اللي هي موجودة في شخص محبوب، تماما بيكون محبوب، بيكون قدران أنه هو يسلط الضوء على المشاعر اللي هي موجودة عنده، يسلط الضوء على المميزات اللي هي موجودة عنده والفروق ما بينه وبين الأشخاص التانيين. حتى الأشخاص اللي هن بيكونوا محيطين فيه عم بتلاقيهم أنه هن حابين القعدة معه كثير، عم بيكون أنه هذا الشخص اللي هو بدنا اياه يكون متواجد بكل قعدة، وهذا الشيء اللي بيخلي هي الأشخاص تكون متميزة عن الأشخاص اللي هي موجودين حواليها. طيب شذا، برأيك اليوم نحن كمجتمع نحن فعلا بنمتلك هي المهارات أم نحن بحاجة لتدريب أكثر على هذا الشيء من خلال حتى المدرسة، حتى يمكن المحاضرات، الندوات، لحتى اليوم تكون أكثر علاقاتنا الاجتماعية ونكون أكثر وعي بهي المهارة؟ نحن مهمتنا اليوم ننشر الوعي بأهمية وجود الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي ما بين الأفراد، لأنه نحن لما عم نورجي الأشخاص والأشخاص الفاعلين بالمجتمع أهميته إن كان بالحياة المهنية أو إن كان بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الشخصية، فأنا لما اليوم بورجيك المنفعة اللي أنت ممكن تاخديها إذا تعلمتي هذا التكنيك البسيط، هو أكيد ما في أشخاص قلت لك أنهم بيجوا بالفطرة أنهم عندهم إياه، ولكن بالممارسة هي أنا بدي أقدر أني أنا أتفاعل مع ذاتي أول شيء، بقدر أني أنا لا أتفاعل بعدين مع المحيط، قادر أني أنا مكن عندي هي التكنيك اللي أنا بدي إياه لأوصل لطريقة قادر أني أنا ممكن أعلم الأشخاص اللي هنن حواليه، بوصل من أشخاص صغيرة لأطلع لمجتمعات أكبر لقدر أنا أنشر هاي الثقافة اللي هي موجودة. لما أنا بلاقي الأشخاص أنه هنن عم بيلاقوا أنه المنافع اللي هي موجودة لهذا الأسلوب، فأنا ممكن لاقي السهولة للانتشار أكثر لإله. تمام، أكيد بختام
محطتنا لليوم أكيد بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، أكيد معلومات كتير مهمة أكيد. وأيضا يعني اليوم منأكد أنه الذكاء العاطفي ما بيقل أهمية عن الأشكال الأخرى للذكاء سواء الاجتماعي أو أي أكيد. نوع من أنواع الذكاء. شكرا لك شذا عبد اللطيف الاختصاصية النفسية والتربوية، وبقية نهار حلو لك. شكرا لك، يسعد صباحك. صباحك. أما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، لكن رح نروح لفاصل ونرجع لنكمل مشوارنا. وبآخر محطاتنا الصباحية لليوم وصلنا لفقرتنا القانونية اللي رح نحكي فيها عن الطلاق اللي يعتبر من أعقد المشكلات الاجتماعية اليوم بحياة الأسرة وأيضا بالمجتمع بشكل عام. اليوم قديش له أثار سلبية على الأطفال، يمكن دائما الأطفال هنن الحلقة الأضعف أو هنن الخاسر الأكبر بهذا الشيء. اليوم رح نحكي عن كتير من الأمور اللي بتخص موضوع الطلاق. اليوم كتير من الأزواج يجهلوا الأحكام والحقوق المترتبة على كلا الطرفين في حال وقوع الطلاق. اليوم رح نتعرف على أنواع وأحكام الطلاق في القانون السوري مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو المحامي حسان دغيم. يسعد صباحك. صباح الورد وصباح جميع السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بالبداية خلينا نحكي عن موضوع الطلاق بشكل عام بالقانون السوري وكيف منعرفه. تماما. هلا موضوع الطلاق، اول شيء خلينا نرجع لموضوع الزواج اللي هو الخطوه ما قبل الطلاق. شرع رب العالمين بالشريعه الاسلاميه الزواج، جعله هو الوسيله للتناسل واستمرار الحياه وبقائها. طبعا احد شروط الزواج ان يكون مؤبدا، عدم التاقيت. يعني ما بصير انا اقول بدي اتزوج لمده 100 عام 20 عام. موضوع التاقيت فهو شرط يبطل هذا الزواج. طبعا الزواج مثل ما عم نحكي لازم يكون دائما مؤبدا مستمرا، ولكن لبعض الأحيان كثير من المشاكل تظهر أثناء الحياة الزوجية ما بين الزوجين. طبعا. يجعل من استمرار الحياة مستحيل، تستحكم الخلافات ما بين الطرفين. عنا كثير أو كثير أسباب لوجود الخلافات. أحيانا بكون في عنا غياب أحد الزوجين يؤدي إلى ضرر الزوج، أو مثلا سجنه أو فقدانه. مو معقول اليوم زوجة فقد زوجها مثلا مدة عام 2-5-10 ما بتعرف عنه شيء، ضلها مستمرة بموضوع الحياة الزوجية. أحيانا تباين الآراء، اختلاف الأفكار ما بين الزوجين تؤدي إلى حياة مستحيلة. أو أحيانا موضوع الأمراض، قد يصيب أحد الزوجين مرض. لهيك رب العالمين شرع أو سن شيء ثاني اسمه طلاق، لوضع حد لهذا الظلم اللي قد يتعرض له أحد الطرفين. فموضوع الطلاق هو يكون بلفظ الطلاق الصريح. فالطلاق هو حل عقدة الزواج، خلينا نسمي الزواج عقدة، فالطلاق هو حل عقدة هذا الزواج. طبعا الطلاق يقع باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة. أحيانا في عنا بعض الأشخاص غير قادرين على النطق، فيكون يقع الطلاق باللفظ بالكتابة. أحيانا على البرنامج اليوم وسائل التواصل الاجتماعي على الواتساب، لك أنا زوجي طلقني على الواتساب، هل هذا الطلاق يقع؟ طبعا يقع. طيب في عنا أحيانا وجود أشخاص بيكونوا أبكم، الشخص الأبكم إذا ما له قادر على الكتابة، لا يجيد الكتابة، كيف يقع الطلاق؟ يقع بالإشارة المفهومة. طبعا لأنه الأبكم في لهم لغتهم الخاصة، فبالتأكيد في تعبير من لغاتهم أو من إشاراتهم تعبر عن موضوع الطلاق. طبعا يستطيع أحد الزوجين أن يوكل غيره بموضوع الطلاق أو التطليق. كمان يستطيع الزوج أن يوكل زوجته أثناء ابرام عقد الزواج او بعده بتطليق نفسها منه، اللي احنا بنسميها بالعاميه انه يجعل العصمه بايد الزوجه. تماما. فموضوع الطلاق هو موضوع رفع الظلم عن احد الزوجين اذا تعرض لاثناء الحياه الزوجيه. فالطلاق هو حل عقده الزواج. من لفظه طلاق اطلق الشيء، اسرح الشيء، ترك الشيء. فتماما هذا هو موضوع الطلاق، او هذا تعريف تقريبي للطلاق. تقريب. طيب اليوم اذا بدنا نروح لانواع الطلاق، اكيد له انواع كثيره وايضا حسب القانون السوري، خلينا نتعرف عليه. تماما. هلا الطلاق في عنا له ثلاث انواع محدده ضمن القانون السوري، قانون الاحوال الشخصيه السوري. اول هو قانون او عفوا هو الطلاق بالاراده المنفرده للزوج. بيستطيع الزوج ينزل على المحكمه الشرعيه يطلب تطليق زوجته. طبعا بالمحكمة الشرعية يستطيع ذلك، ولكن بعد دفع المهر لها. هذا بيكون بالإرادة المنفردة للزوج، نحن بنسميه الطلاق الإداري. ما لا أي رأي الزوجة بهذا الموضوع. النوع الثاني اللي هو عنا موضوع المخالعة الرضائية. عقد مخالعة رضائية، بيكون الزوجين متفقين على موضوع الطلاق. بالمخالعة الرضائية مثل ما صار عنا تبادل ألفاظ الزواج، بصير في عنا تبادل لألفاظ المخالعة. يبرئ كل منهما الآخر من حقوقه الزوجية، ويتم توقيع عقد
المخالعة ويتم الانفصال بعدها. النوع الثالث هو نوع التفريق، طبعا الزوج يستطيع أن يطلق زوجته بكلمة واحدة أنت طالق، بينما الزوجة تستطيع أن تطلق نفسها أو تطلق زوجها بكلمة أنت طالق، تستطيع أن تطلب التفريق من القاضي. أحيانا بيكون في عنا عدة أسباب لموضوع التفريق، أشهرهم وأكثرهم تداولا بالمحاكم هو تفريق لعلة الشقاق والضرر. شو هو الشقاق والضرر؟ لما بتلاقي الزوجة في عندها شقاق وضرر من الاستمرار بالحياة الزوجية ترفع أمرها للقاضي للمحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية تنظر بالموضوع، وبالنهاية إذا أصرت الزوجة على الطلاق تأخذ موضوع الطلاق، تأخذ حقها بالطلاق. في عنا تفريق للغياب، مثل ما حكينا إذا شخص غاب أو فقد، خاصة بالأحداث الأخيرة اللي عم نتعرض إلها، إذا شخص فقد طيب الزوجية بتضل مستمرة إلى ما شاء الله. في عنا مفهوم خاطئ بتقلك أنه أنا زوجي غايب عني له 10 سنوات أو 7 سنوات فأنا أوريدي طلقت، لا هذا الحكي غير صحيح. لازم نرفع أمرنا للقاضي وناخذ قرار، نحصل على قرار بالتفريق ولو استمر الغياب عشرات السنوات. فإذا كان التفريق ماله صادر عن المحكمة الشرعية فبتضل الزوجية مستمرة. فعنا هدول 3 أنواع لموضوع الطلاق: طلاق بالإرادة المنفردة، المخالعة الرضائية، أو طلب التفريق من الزوجة أو من الزوج. أحيانا بيكون الزوج بيقدر يطلب طلب التفريق بغض النظر عن موضوع الطلاق، أنه يرمي عليها يمين الطلاق. أحيانا كتير في عنا تفريق للأمراض، قد يصيب الزوجة مرض بعد الحياة الزوجية يجعل من الحياة عسيرة أو مستحيلة بالنسبة للزوج. طيب اليوم ذكرت حضرتك التفريق والمخالعة، خلينا نحكي شو الفرق بيناتهم اليوم، وهل اليوم في حال الزوجة هي طلبت المخالعة أو التفريق بحالتين بتحصل على حقوقها كاملة أم لا؟ تماما. هلا أول شيء رح نفرق ما بين المخالعة والطلاق. بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2019 جعل من المخالعة فسخ لعقد الزواج ولا يعتد به كطلقة. يعني شو يعني هذا الحكي؟ اليوم نحن بنعرف الطلاق سلاس، يعني 3 طلقات بانت بينونة كبرى نحن بنسمي الزوجة، بينما بالمخالعة أصبح عقد المخالعة هو فسخ لعقد الزواج وليس طلقة رجعية. شو يعني؟ يعني نحن اليوم إذا زوجين عملوا مخالعة بيقدروا يعملوا مخالعة عشرات المرات، كل خناقة بيعمل مخالعة وبيرجع بتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فكانت المخالعة تعد طلقة تعد طلقة، أما اليوم بعد التعديل أصبحت فسخ لعقد الزواج. بالمخالعة بعكس الطلاق، الطلاق يقع ممكن بالإرادة المنفردة للزوج، بينما بالمخالعة نحن عم نسميه عقد، وكلمة عقد تتطلب توافر رضا الطرفين. عقد المخالعة الرضائية لازم يكون الطرفين متفقين على عقد المخالعة وبيتبادروا ألفاظ المخالعة وتنتهي الحياة الزوجية. بالمخالعة يبرئ كل منهما ذمة الآخر، ما إلي عندك ولا إلك عندي، بدنا نهدف أو الهدف تبعنا الحصول على الطلاق، التفريق ما بين الطرفين. بينما بالطلاق الرجعي تأخذ المهر أو المرأة حقها، ممكن يطلع على خاصة بالطلاق التعسفي أو الطلاق الإداري مثل ما حكينا أول مرة، الطلاق بالإرادة المنفردة المحكمة الشرعية ما بتسمح للزوج يطلق إلا بعد وضع مهر الزوجة. تماما. فمثل ما عم نحكي هي السمات الأبرز للتفريق ما بين المخالعة والطلاق. طيب في حال الطلاق الإداري مثل ما ذكرت حضرتك، بتقدر الزوجة اليوم إن هي ترفض هذا الشيء أو ما توافق عليه؟ هل هذا الشيء متاح أو ممكن؟ الطلاق الإداري هي ما فيها ترفض أو تقبل، لأنه نحن أحيانا نحن كثير بسموها بالعوام طلاق غيابي، طلاق غيابي أو طلاق بالإرادة المنفردة، لأنه الزوج بإمكانه رب العالمين ملك وملك أنه بإمكانك تطلق زوجتك، ولكن يحق للزوجة المطالبة بكامل حقوقها. طبعا نحن في بعضهم بسموه هذا طلاق تعسفي، فبتقدر الزوجة تطلب من وراء الطلاق الإداري موضوع التعويض، تعويض عن الطلاق التعسفي إذا صاب ضرر من هذا الطلاق. تمام. طيب اليوم الزوجة اللي هي بتطلب الطلاق وحصلت على هذا الشيء من زوجها، بحق لها كمان أن تطالب بكامل حقوقها أم لا؟ تماما. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء في عنا جهل قانوني للأسف عند معظم السيدات. طبعا نحن ما لنا عم نشجع على الطلاق، نحن ما لنا عم نشجع على الطلاق، ولكن أنا عم ضوي على موضوع الجهل القانوني عند معظم السيدات يلي عم تتعرض للظلم أو للجور من قبل أزواجها. بتفكر إن إذا أنا اليوم رح روح طالب بالطلاق فأنا فقدت كامل حقوقي، لا، مين قال لك هذا الحكي؟ أكثر شغلة بتخاف عليها الزوجة أو الأم إنه هنن الأولاد، إنه هي بتتهدد إنه رح ياخذ منك أولادك. تماما. إذا أنا طلبت الطلاق فراح علي المهر، إذا أنا طلبت الطلاق ما إلي ولا حق،
بالعكس تماما هذا الحكي. ممكن الطالب بالمقدم بمجرد الزواج للزوجة لو طلبت الطلاق بيطلع على المقدم المهر. مقدم المهر. وأثناء إذا استمرت الحياة الزوجية بعد فترة طلبة الطلاق ممكن هي الطالب بالمقدم والمؤخر حسب نسبة الإساءة ما بين الطرفين. طبعا من حقه كمان الطالب بنفقة زوجية بنفقة عن فترة العدة إنه أثناء فترة العدة نفقتها على الزوج. ممكن الطالب بنفقة للأطفال، حتى ممكن الطالب بالمصاغ الذهبي بالأشياء الجهازية، إذا في مصاغ ذهبي أثناء الحياة الزوجية أخذوا منها الزوج ممكن الطالب فيهم. ممكن الطالب بالمصاغ الذهبي عفوا بالأشياء الجهازية، أي أشياء جهازية، عفش بيت، تياب، غراضة جابتهم من بيت أهلها أو هي جابتهم على 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 بيت الزوجية كمان من حق الطالب فيهم. موضوع الحضانة للذكر والأنثى لعمر 15 عام. يعني هذول كل الحقوق من حق الزوجة. كتير عم نتعرض هاي لهذا السؤال بمكاتبنا للأمانة، فبتتفاجأ الزوجة اللي عم تطلب الطلاق إنه بيطلع لك هاي الحقوق. فعدم دراية أو جهل القانوني هذا للأمانة لازم يتضوي عليه. طبعا برجع بأكد لك نحن ما عم نشجع على الطلاق، ولكن نحن عم نضوي على موضوع الحقوق للزوجة في حال هي طلبت الطلاق. تماما أكيد ما عم نضوي على الموضوع أستاذ، لكن للأسف عم نشوف بمجتمعنا كتير من الظلم. في عن جد سيدات عم يتعرضوا لظلم كبير، فهنون عم يضطروا إنه يسكتوا من شان نفس الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، موضوع الحقوق، واللي أكثر هو موضوع إنه موضوع الأطفال. طيب اليوم أستاذ بدنا نحكي عن النفقة، مقديش بتتقدر النفقة شهريا اليوم للأطفال؟ وإذا الزوج تمنع عن تقديم هي النفقة شو أو القوانين أو الشروط المترتبة عليها؟ تماما. هلا نحن أول شيء موضوع النفقة تفرض للزوجة شرعا وقانونا ولو مع اختلاف الدين. لنفترض أنا مسلم وزوجتي من غير ديانة يفترض علي نفقة عليها، وحتى لو كانت هي مقيمة ببيت أهلها النفقة تجب على الزوج ولو مع اختلاف الدين ولو كانت الزوجة مقيمة ببيت أهلها. عندنا موضوع النفقة اليوم، النفقة نوعين، نفقة كفاية ونفقة يسار. نفقة الكفاية يعني تفرضها المحكمة أو القاضي الشرعي بمجرد طلبة. نفقة الكفاية بتكون أقل شوي من نفقة اليسار. نفقة اليسار بدها تثبت الزوجة إنه زوجها ميسور الحال، فبترفع موضوع النفقة الشهرية. طبعا في عنا اجتهاد بدي سميك طريف شوية لمحكمة النقض، بيقول انه زواج الزوج من امرأة تانية ليس دليل على يسار الزوج. يعني انا كزوجة اليوم ما فيني نروح طالب المحكمة بنفقة اليسار باعتباره زوجي متزوج واحدة تانية. فزواجه من امرأة تانية او من مرأة تانية هذا ما له دليل على يسار الزوج. موضوع انه كيف الزوجة بتقدر تجبر الزوج على مهرة او على النفقة، احنا عنا المهر اليوم من الديون الممتازة. يعني اليوم اذا توفي الزوج قبل تقسيم التركة يجب اعطاء المرأة حقها بالمهر من الديون الممتازة اللي بتطلع للمرأة. طبعا نحن لا نفترض ما اعطاها حقها بموضوع المهر او النفقة، تستطيع تنظم اضبارة تنفيذية نحن بنسميها، تضيق عليه اما بالحبس او بالحجز على املاكه لحتى تقدر تحصل حقها. فبتنظم اضبارة تنفيذية بتطلب فيها المهر والنفقة. في حال ما اعطاها الزوج هذا الموضوع فالمحكمة تلقي الحجز الاحتياطي او تلقي الحجز على املاك هذا الزوج، او احيانا نحن بنسميها بالعاميه بتنظم له محبوسيه اكراه. تماما. هذا الموضوع حتى في حال انه ما كان في اثبات انه هذا الزوج ميسور الحال هو واجب عليه هي النفقه. تماما. في حال في اولاد او ما في اولاد في نفقه للزوج. تماما. النفقه نحن بنحكي في عندنا نوعين للنفقه، نفقه كفايه ونفقه نفقه يسار. نفقه الكفايه هي حتما بتطلع على للزوجه، ولكن اذا ارادت ان ترفع موضوع النفقه قيمه النفقه اللي احنا خلينا نحكي بدنا نثبت انه الزوج ميسور الحال، ممكن نجيب كشف حسابات لراتبه. اذا شخص اليوم عم يقبض بالشهر 10 مليون من غير المعقول نعطيها للزوجة نفقة كفاية مثلا بخمسين ألف ليرة شهريا. للأسف نحن اليوم نفقة الكفاية بمعظم المحاكم ما عم تتعدى مبلغ المئة ألف ليرة بالشهر. شو عم تساوي اليوم مبلغ المئة ألف ليرة؟ نعم. تمام. طيب اليوم هل في شروط أو في حالات ممكن أنه يسقط حق المرأة من المهر؟ أيمت بيسقط حق؟ تماما. في عنا للأمانة حسب قانون الأحوال الشخصية في عنا حالتين يسقط حق المرأة بالمهر كامل. أول وحدة لما بيصير في عنا بينونة أثناء بعد العقد ولكن قبل الدخول والخلوة، وكان السبب يعود للزوجة. عقدنا عقد زواج بالعرف خاطبين ولكن هن أمام القانون اسمهم متزوجين. عقدنا عقد زواج ولكن ما صار دخول أو خلوة والمرأة طلبت الطلاق لسبب يعود لها، فهون تحرم من المهر مقدمه ومؤخره. الحالة الثانية هو القتل المانع للإرث. إذا زوجة قتلت زوجها فتمنع
من موضوع المهر او يحجب عنها هذا المهر، واصلا اذا كانت مثل ما بيقولوا قابضة مقدم مهرها يسترد. تمام، فعندنا هدول الحالتين يسقط حق الزوجة من موضوع المهر. تمام. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن تعديل المهر، كيف يتم تعديل المهر اليوم بالقانون السابق؟ تماما، نحن اليوم القانون بعد التعديل 2019 سمح للزوجه انه تعدل مهرها. طبعا في عندنا حالتين بالبدايه لموضوع تعديل المهر، هو الحاله الرضائيه ما بين الطرفين، ما بين الزوجين، انا وزوجتي اليوم بدنا نعدل مهرنا. طبعا للعلم ما في حد ادنى او حد اعلى للمهر، يعني ممكن المهر يكون 500 ليره ما في شيء بيمنع، وممكن يكون حد اعلى رقم عالي كثير كمان ما في شيء بيمنع طالما في عنا توافر رضا الطرفين. فالحاله الاولى هو بيكون برضا الطرفين، بيتفقوا الطرفين نحن بدنا نعدل المهر سواء زياده او نقصانا، بنزرع المحكمه الشرعيه بنقدم طلب للقاضي الشرعي انه نحن الطرفين الزوجين اصحاب العلاقه نطلب تعديل المهر سواء زياده او نقصانا، ويدون هذا التعديل باصل عقد الزواج. يدون هذا التعديل باصل عقد الزواج، لانه باصل العقد بيكون مكتوب لنفترض مهر الزوجه مليون ليره بمليون ليره. فاثناء التعديل يدون هذا التعديل مثل ملاحظه انه عدل المهر اصبح مؤخر مقدم كذا ومؤخر كذا. الحاله الثانيه هو الحاله الثانيه لما الزوجه تطلب تعديل مهرها اثناء مثلا دعوه تفريق. اذا استمرت الحياه الزوجيه فتره معينة بدها تمر فترة على الحياة الزوجية وكان في عنا موضوع المهر البخس أو المهر الصغير، يعني هلأ اليوم بتلاقي كتير ناس مهرها 100,000 ليرة أو 50,000 ليرة أو 200,000 ليرة. فمن حق الزوجة أنه تطلب تعديل المهر حسب القوة الشرائية وإعطاء مهر مثيلاتها اليوم. فبهدلول الحالتين نحن فينا نعدل موضوع المهر. طيب استاذ، اليوم في كثير حالات او بنسمع يمكن بحياتنا الاجتماعيه انه اليوم هي طلبت الطلاق من جوزها، فهو طلب منها انه انا في حال بدي طلقك انه انت لازم تتنازلي لي عن كل شيء، عن الاولاد وعن كل حقوقك. تمام. هذا الشيء جائز؟ واليوم هي المراه شو فيها تتصرف بهي الحاله؟ هلا موضوع التنازل هو اللي هو موضوع المخالعه، احنا ما بصير عندنا تنازل الا بعقد المخالعه الرضائيه. وننتبه شو عم نحكي، عقد مخالع رضائية. كلمة رضائية معناها لازم يتطلب توافر رضا الطرفين، فإذا هي رفضت هذا الشيء ما في قوة بالأرض تجبرها على أنه تتنازل. بس موضوع هلا إذا في حالة نازلت عن المهر ما بقى فيها الطالب فيه. أما موضوع الأولاد، حكينا لحنا الأولاد سواء كان ذكر أو أنثى فالحضانة للأم لحتى يتم عمر 15 عام، والحضانة من النظام العام. في حال كتير اليوم نحنا بدي أجبرك أنك تتنازلي لي عن حضانة الأولاد، بتنازل لك وبروح بنزل معك على المحكمة وبتنازل أمام القاضي عن الأولاد، عن حضانة الأولاد. ولكن بكرة أنا فيني أرجع طالب بالأولاد. لحنا في عنا مفهوم خاطئ كمان شائع بين العالم كتير، بنقول الحضانة حق للأم أو حق للأب. هو الحضانة لا حق للأم ولا حق للأب، الحضانة حق للأولاد. من حق الأولاد من عمر يوم لعمر 15 عام يكونوا بكنف الأم، بحاجة تنظيف، بحاجة غذاء، بحاجة حنان الأم من عمر يوم لعمر 15 عام. فأنا ما فيني أحرم الأولاد من هذا الحق. بعد ال 15 عام خاصة إذا كانت الطفل ذكر بكون بحاجة لخشونة، خلينا نسميها، أو لتربية الأب. صحيح. فهو الحضانة حق للأطفال وليس حق للأب أو للأم، والحضانة من النظام العام. في حال تنازلت عنه الأم بأي لحظة من عمر يوم لعمر 15 عام بتقدر الطالب بموضوع الحضانة، إلا إذا كان في عنا سبب من أسباب سقوط الحضانة. طب أسباب سقوط الحضانة خلينا نحكي عنها. تماما، في عنا عدة أسباب للأمانة من أسباب سقوط الحضانة. أول وحدة هو زواج الأم في حال طلقت الأم وأخذت حضانة الأولاد، في حال زواجها من شخص أجنبي تسقط عنها الحضانة. الموضوع الثاني هو إهمال الأطفال، إهمال تربيتهم. بتلاقي اليوم طفل عمره مثلا 12 أو 13 عام منتشري عنده السباب أو الشتائم، يعني كلام لا يخرج عن طفل بهيك عمر. فكمان هي قرينة على إهمال تربيتهم أو إهمال غذائهم. تلاقي طفل عمره 12 سنة ولكن جسمه ضعيف، فهذا دليل انه الزوجه ما عم تقدر او امه ما عم تقدر تغذيه بالشكل المناسب. اهمال التعليم، انتشار الرذيله بمنزل الزوجيه او بمنزل اهل الزوجه، فهذا كله سبب من اسباب سقوط الحضانه. بس للملاحظه صغيره، قبل تعديل قانون الاحوال كانت الحضانه تكون للام. اذا سقطت الحضانه عن الام تنتقل لام الام، بعدين للاب، بعدين لأم الأب. بعد التعديل أصبحت الحضانة للأم بداية، إذا سقطت عن الأم في حال زواجها تصبح للأب.
كانت بالتعديل او قبل التعديل اذا سقطت عنها الحضانه، يعني المراه اليوم تتطلق عندها اولاد بحضانتها، تروح تتزوج سقطت عنها الحضانه، كانت لمين تروح الحضانه؟ لامها، يعني لست الاولاد من امهم. اليوم تعدل هذا الموضوع، صارت الحضانه تنتقل قبل الست للاب. تماما. بعدين في حال الاب ما بده ياخذ هدول هلا بالرضا اذا تماما في حال اتفاق ما بين الطرفين انه انا ما بدي الاولاد بضلوا بحضانتهم، ولكن هذا سبب من اسباب سقوط الحضانه في حال طالب الاب باي لحظه في هون ممكن يطلعوا له. طيب استاذ، اليوم بدنا نصائح منك لكلا الزوجين عن فيما يخص يمكن الحياه الزوجيه او موضوع الطلاق. اكيد مثل ما ذكرت حضرتك يمكن في حالات الامهات او السيدات بتضطر انها تسكت عن هذا الشيء، في حالات عن جد بيكون في حاجه لهذا الطلاق. تماما. هلا للامانه بالبدايه انا بدي انصح الاهل قبل الزوجين. احنا في كثير عنا اليوم اهل بيطلب مهر عالي لبنتهم، بيقول لك هذا حفاظا او حمايه لحقوقها. ما في مهر ولا مصاري ولا ذهب ولا اي عمله اخرى تحفظ لك حق بنتك. بالعكس انت بهذا الموضوع عم تجعل من البنت سلعه. صحيح. عم تجعل من البنت سلعه، سعرها هالقد او مهرها هالقد. فانا نصيحتي اول شيء للابوين، أبوين الزوجة، أبوين البنت، أنه ينقوا أو يختاروا العريس أو الزوج المناسب لبنتهم بغض النظر عن الموضوع المالي. طبعا نحن اليوم ما عم نحكي أنه خلي مهر بنتك 1000 ليرة سورية مثلا، ولكن شيء بالمعقول، لأنه لما عم تطلب المهر العالي أنت هون عم تسلع بالبنت، والمهر ما بيحفظ لحقها، لانه لما بده يكاره، مثل خلينا نحكي شوي بالعامية، اذا الزوج كاره زوجته بخليها تعمل مخالعة وتترك الحياة الزوجية، تكره كل شيء، لا مصاري ولا بيوت ولا شيء. هي وحدة. الموضوع الثاني انا بنصح الازواج بالتروي، الحياة الزوجية مستمرة، ممكن تستمر ما بين الزوجين 20 30 40 50 سنة، ممكن تستمر. الحياة فيها عسر وفيها يسر، مثل ما بقولوا بالعامية، فيها عسل وفيها بصل. أكيد الزوج أو الزوجة مو على طول بالمود المنيح، مو على طول حياتهم سعيدة، حيظهر عندهم مشاكل. فأنا بنصح الزوجين بالتروي، جعل موضوع الطلاق آخر حل، آخر حل يتم التفكير فيه، إذا مو لصالحهم مشان كرمال الأولاد. الأولاد للأسف اليوم كتير عم يكونوا أداة للنكاية أو للجكارة ما بين الزوجين، ما بين الأب والأم، بيجاكروا بعضهم بتلاقي بالاولاد. فانا عشان تتاثر نفسيا وحتى مستقبلهم. تماما. الوحده، الشغله الثالثه، النصيحه الثالثه، خاصه الزوجات اليوم بمجتمعنا بيفكروا انه انا الحل لما اخلص انا من مشاكلي من الطلاق، بس حصلت على الطلاق انتهيت من مشاكلي. لا، المشاكل تظهر بعد الطلاق، خصوصا اذا في اولاد. فما انت مشاكلك بالمجتمع بحياتك تظهر بعد الطلاق. نحن كثير اليوم اهالي بشجعوا بناتهم على الطلاق. هيك عمل زوجك اطلقي، نحن بنرعاكي، نحن بنرعى اولادك، رح يرعوهم يوم 2 3 5، وبعدين رح تظهر المشاكل اصعب من اللي كانت موجوده اثناء الحياه الزوجيه. حتى اذا بجوز اذا كانت ظروف الاهل ما بتساعد على هذا الشيء، تماماً رح يتفاقم المشكله. تماماً. اكيد استاذ، معلومات كثير مهمه قدمت لنا اياها، اكيد بدنا نشكر حضورك معنا، واكيد نتمنى حياه سعيده للجميع، بعيده عن المشاكل والخلافات، واهم شيء بما يخص مصلحه اليوم الاولاد اللي هدول هم دائما الحلقه الاضعف. أكيد. شكرا لحضورك معنا، بقيه نهار حلو. الله يسلمك، شكرا لك. أما نحن مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، بتمنى لكم بقية نهار حلو مثل ما بتحبوا، برفقة الأشخاص اللي بتحبون. أكيد بدي نوه على شغلة، بكرة نتائج الامتحانات، نتائج الشهادات الثانوية، أكيد بنتمنى التوفيق للجميع الطلاب، وأكيد بدي أتمنى من الأهل كلياتنا، بنتمنى أولادنا يكونوا من أنجح الناس وأكيد يحققوا اللي نحن بنتمنى. كمان اليوم نحن لازم نقبل بالنتيجة اللي جابها ابننا، أكيد هو تعب وانجز، ويمكن هي الظروف الصعبه اليوم اللي عم يدرسوا فيها الاولاد، كمان نحن لازم نقدرها ونقدر نتيجتهم، واللي ما بيصير هلا بيصير بعدين، اكيد بيتعوضوا، وكل حدا يمكن رب العالمين كاتب له شيء هو اكيد رح يكون خير له. بقيه نهار حلو لكم مشاهدينا، والتوفيق والنجاح للجميع، والفرحه يا رب تملأ قلوبكم وبيوتكم. تبقوا بالف خير، باي.